أهلا وسهلا مجددا مشاهدينا، نصل وإياكم إلى هذه الفقرة، فقرتنا للنقاش التي نحاول تسليط الضوء فيها على الأوضاع الإنسانية في غزة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن 34 مواطنا في غزة قضوا واستشهدوا نتيجة للمجاعة وسوء التغذية وشح المساعدات بالقطاع، منهم 31 طفلا. لا بأس أن نشير إلى هذه الإحصائية لبرنامج الغذاء العالمي الذي ذكر أن 70% من شمال قطاع غزة يواجه شحا وجوعا رهيبا بسبب نقص المساعدات. 10 شاحنات فقط تصل شمال قطاع غزة من أصل 100 شاحنة، وهو العدد الذي يحتاجه شمال القطاع لسد حاجياته من الغذاء والضروريات. الحديث أكثر حول الموضوع معنا من العاصمة المصرية القاهرة صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولجمهور المستمعين. هل كنتم تتوقعون أن تصل أعداد الشهداء نتيجة إلى للمجاعة إلى 34 شهيدا؟ نعم، نحن حذرنا من وفاة العشرات من المواطنين جراء استمرار المجاعة واستخدام سلاح التجويع بحق المواطنين واستمرار فرض العقوبات الجماعية وفرض واقع لا إنساني على الفلسطينيين يدفع بهم إلى النزوح القسري من مناطق سكناهم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في داخل قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة للحياة، وهذا ما تفعل دولة الاحتلال. وللعلم هذه الأعداد فقط هي من وصلت إلى النقاط الطبية والمستشفيات، و34 شهيدا من جراء المجاعة هذا هي أرقام أقل من الحقيقة. هناك العشرات توفوا جراء المجاعة والعطش والأمراض ولم يتم تسجيلهم في مستشفيات وزارة الصحة بسبب الأوضاع الكارثية التي يحياها الفلسطينيين. وهذا إن دل على شيء يدل على أن دولة الاحتلال ماضية في مخططاتها غير عابئة بقرارات محكمة العدل الدولية لمرتين، والتي قضت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتأمين كل مستلزمات الحياة للفلسطينيين وحمايتهم من جريمة الإبادة الجماعية، وأيضا حتى قرار مجلس الأمن الأخير وقرار مجلس الأمن السابق القاضي بضمان تدفق المساعدات الإنسانية. إسرائيل كسلطة احتلال حربي ماضية في مخططاتها في فرض مجاعة على الفلسطينيين واستغلال الكارثة الإنسانية في الضغط على المقاومة الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين من أجل تحقيق أغراض سياسية تحضرها قواعد وأحكام اتفاقية جنيف واتفاقية ناهاي واتفاقيات أيضا القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع مناهضة جريمة الإبادة الجماعية. طيب سيد صلاح عبد العاطي، هل نتوقع الأسوأ في ظل شح المساعدات وندرة الغذاء بغزة ونحن نقترب ربما من الثلث الأخير من شهر رمضان؟ نعم، خلال شهر رمضان كنا نأمل أن يتم الالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي الذي يتواصل. فبالأمس كما رأيتم انسحبت قوات الاحتلال من مجمع الشفاء مكلفة عشرات الشهداء في المنطقة المحيطة وفي داخل مجمع الشفاء. جرى إجلاء أكثر من 50 داخل الشفاء، ولا تزال عملية البحث عن الجثامين الشهداء مستمرة، وربما نكون أمام كارثة إنسانية. 14 يوم من الحصار كشفت عن مقتل ما يزيد عن 450 شهيدا وأكثر من 850 معتقلا، وأكثر من أيضا آلاف الشهداء الآلاف الجرحى الذين أصيبوا، عدا عن الدمار الواسع الذي حدثته قوات الاحتلال في داخل المنطقة من حرق للمباني والأجهزة والتجهيزات جعل هذه المساعدات. وبالتالي نحن إزاء جرائم إبادة جماعية مستمرة ومتواصلة، وكما حضرت الأمم المتحدة والوكالات الأممية أن قطاع غزة سيكون في مجاعة حادة خلال أقل من شهر. وبالتالي نحن نحذر العالم من مخاطر السقوط والعجز عن الوفاء بالتزامات تجاه الفلسطينيين وضرورة الضغط من أجل ضمان تدفق كل المساعدات الإنسانية وفتح مزيد من المعابر البرية كأساس في هذا المجال وتمكين عمل المنظمات الدولية ورأسها وكالة الغوث. يعني نحن نتوقع الأسوأ سيد صلاح؟
نعم نتوقع الأسوأ إذا استمرت هذه الحالة، وبالذات في شهر رمضان صح. الذي يحرم فيه الفلسطينيين من حقهم في حتى وجبة سحور ووجبة إفطار، وهذا أمر متعذر في داخل قطاع غزة طيب. في معظم مناطقها وبالذات في شمال صلاح. القطاع. سيد صلاح، أنت كنت في قطاع غزة إلى فترة قريبة من اليوم وعايشت أيام الحرب وأيام شح المساعدات، ما الذي يحتاجه الغزاويون بالتحديد؟ نحن نعرف طبيعة المواطن الغزاوي، كان يعيش في ترف، في أريحية، كان كل أمر أو كل الأشياء متوفرة في القطاع، وفجأة ينتقل من حال إلى حال. ماذا يحتاج الغزاويون اليوم سيد صلاح؟ قطاع غزة كانت يدخل إليه قرابة 500 شاحنة من الجانب المصري و400 شاحنة من الجانب الاحتلال الإسرائيلي، وهذه البضائع كان يشتريها المواطنين الفلسطينيين، أي أن قرابة 1000 شاحنة يوميا، وبالتالي المواطنين يحتاجون إلى بالحد الأدنى إلى 500 شاحنة من المساعدات يوميا تؤمن إلى داخل قطاع غزة، عدا عن رفع العقوبات الجماعية وضمان إدخال إمدادات الكهرباء لتشغيل محطات المياه وكل البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى ضمان تدفق المياه والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإنسانية، وعلى رأسها كل ما يحتاجه الفلسطينيين من خيام وبراد وغذاء مناسب يضمن على الأقل إعادة أو منع انتشار المجاعة في داخل قطاع غزة، إضافة إلى وقف الحرب كأساس لضمان إنعاش السكان المدنيين وضمان إعادة الإعمار، أو على الأقل بالحد الأدنى إيجاد مراكز إيواء لائقة باحتياجات قطاع غزة. طيب، نواصل دائما مع التطورات الميدانية في غزة. الآن انسحاب جيش الاحتلال فجر اليوم من مجمع الشفاء الطبي كشف عن فظاعات جديدة وجرائم جديدة تضاف إلى سجل هذا الكيان في هذه الحرب، حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ما تعليقكم على الصور التي نشرت اليوم لمجمع الشفاء الطبي، وما تعليقكم كذلك على الأخبار التي تقول بأن المجمع لن يعود للخدمة مرة أخرى، وهذا ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة أعتقد؟ نعم، أنا أشرت في مداخلتي لأنه لغاية الآن تم إيجاد 50 جثة في داخل مجمع الشفاء، عدا عن حرق المباني والأجهزة والتجهيزات، والسماع إلى إفادات شهود العيان والضحايا تشير إلى فظائع غير مسبوقة من ارتكاب جرائم الإعدام الميداني والاعتقال والتنكيل بالمواطنين والأطقم الطبية والمرضى. وأيضا ما جرى في محيط هذه المستشفى أيضا كشف عن فظائع، فهناك عشرات من الجثامين تنتشر في الشوارع. هذا إن دل على شيء يدل على أن دولة الاحتلال كانت ترتكب جرائم عن سبق إصرار وترصد، عدا عن أنها دمرت مبنى المجمع الأكبر في داخل قطاع غزة وجعلته غير قادر حتى على إعادة العمل، تأكيد على جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة عبر قطع كل إمدادات والخدمات الصحية عن السكان المدنيين، بما يدفع باتجاه تهجيرهم إلى جنوب القطاع تمهيدا إلى تهجيرهم خارج الأراضي الفلسطينية. ما تزال فصول الحرب مستمرة، المعاناة مستمرة، التهديد باجتياح رفح أيضا مستمر، وبالتالي ما يجري هذه جرائم على العالم من يتحرك من أجل وقفها ووقف أهداف الاحتلال الإسرائيلي من ورائها، وهذا هو الحد الأدنى المطلوب في المجتمع الدولي. وإضافة إلى ذلك مطلوب أيضا الضغط على دولة الاحتلال لوقف المجازر والاعتداءات للكشف عن مصير المختفين قصديا من سكان قطاع غزة. طيب، بالنسبة لما يصل الشمال شمال غزة من مساعدات كذلك، هذا الأمر أثار الكثير من الجدل وأثار الكثير من السخط كذلك، 10 شاحنات فقط تصل إلى شمال قطاع غزة، ما تعليقك على هذا الرقم سيد صلاح؟ نعم، 10 شاحنات وليس يوميا، وإنما حسب ما تتيح دولة الاحتلال هي منعت وأعلنت في إصرار على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وإهلاك السكان المدنيين، أعلنت أنها منعت منظمات الأمم المتحدة من إدخال هذه المساعدات، سمحت فقط لعمليات الإنزال الجوي، الميناء البحري الذي جرى أو اللسان البحري الذي يجري العمل عليه أدخل شحنة واحدة من المساعدات ولم يتم توزيعها، ترى استهداف مقدمي المساعدات وحركة الحماية، وأيضا منتظري المساعدات كانت جاهزة
هذه جرائم حرب مختلفة الأركان وتأتي ضمن جزء جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي إصرار دولة الاحتلال على عرقلة الدخول المساعدات الإنسانية وتقنين عدد المساعدات تضرر رماد في العيون وتأكيد على مخططها في إبادة السكان المدنيين، عدا عن استهداف شاحنات المساعدات كما ذكرت لك وعشر شاحنات غير كافية بالمطلق لإغاثة منطقة صغيرة فما بيننا بقرابة 400 ألف مواطن يعيشون فصول مجاعة منذ قرابة 7 أشهر أو 6 أشهر بالتمام والكمال الآن، وندخل على الشهر السابع من هذه المجاعة والظروف الإنسانية الكارثية. هذا ينبغي أن يستنفر كل العالم من أجل ضمان دعم الفلسطينيين ووقف سياسات إهلاك السكان المدنيين وفرض وقائع معيشية غير لائقة وفضائع تصل إلى وتقترب إلى مستوى جريمة إبادة الجنس البشري. طيب النداء اليوم لمن والرسالة توجه لمن لتسهيل دخول هذه المساعدات، من يتحمل المسؤولية في رأيك سيد صلاح؟ يتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية، يعني عنده يعني القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي عاقت الولايات المتحدة 4 قرارات باستخدام حق النقد الفيتو، ولكن هناك قرارين يضمنان تدفق المساعدات الإنسانية، قرار سابق لمجلس الأمن بضرورة تدفق المساعدات الإنسانية وقرار لاحق وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتدابير مرتين في 26 يناير وتدابير قبل 3 أيام أصدرتها المحكمة بشكل واضح في إرجاع الكهرباء والمياه وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وضمان أيضا فتح كل المعابر. إسرائيل كسلطة احتلال حربي تتحمل كامل المسؤولية عما وقع من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، ولكن هذه دولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب بحوض الحائط كل قرارات محكمة العدل الدولية وحتى قرار مجلس الأمن الذي تدعي أنه غير ملزم، رغم أنك تعلم تماما أن كل قرارات مجلس الأمن ملزمة أيا ما كانت صدورها سواء تحت الباب السابع أو الباب السادس. في جانب آخر مطلوب أيضا أن المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقبة على اتفاقية جنيف عليها واجب ومسؤوليات، والموقع على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عليها واجب ومسؤوليات بالتحرك الفردي والجماعي بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال والتحرك من أجل مساعدة الفلسطينيين وضمان أيضا حماية قوافل المساعدات بكل الطرق والصيغ بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بعدالة وكرامة حتى نضمن استمرار دعم الفلسطينيين. هناك يجب مسؤوليات على كل مواطن بتقديم الدعم، هناك نقابات الأطباء المحامين المهندسين النقابات العمالية عليها أن تأخذ قرارات أكثر جدية بدعم شهود الفلسطينيين بدفع مخصصات شهرية لهؤلاء الناس حتى يبقوا على أرضهم ويستطيعوا على الأقل مواجهة الظروف الكارثية. هناك جمعيات ومؤسسات عربية ودولية عليها أن تستمر في تقديم الدعم الإنساني وشاحنات الأدوية والمساعدات الإنسانية وضمان مرورها في داخل قطاع غزة. كل ذلك سيساهم في الحد من الفضائع اللا إنسانية التي تقوم بها دولة الاحتلال وتضمن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة. طيب في محاولة لتغطية النقص والحديث عن أن الإعانات التي تصل جوا وعن طريق الإسقاط المظلي وعن طريق الميناء وغيره قد يكفي لسد حاجية غزة، هل هذا صحيح سيد صلاح؟ ليس صحيحا، ما يجري نحن طالبنا بفتح ممرات إنسانية بكل الطرق البرية والبحرية والجوية، ولكن هي ليست الطرق البرية الجوية والبحرية هي ليست بديلا عن الممرات البرية، فالممرات البرية هي الأساس في إدخال المساعدات، ويجب الضغط على دولة الاحتلال لضمان فتح كل هذه الممرات وضمان تمكين عمل المؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث من العمل في كل مناطق قطاع غزة. أما عن يعني الممرات الجوية فسجلت مجموعة من الملاحظات مع التقدير إلى هذا الجهد الذي تسبب في إيجاد مزيد من الدعم للفلسطينيين، ولكنه أيضا في بعض الحالات تسبب في وفاة بعض الفلسطينيين
والصراع على هذه المظلات التي تنزل، وبالتالي هذا أدى إلى الإسهام في مقتل بعض الفلسطينيين، وخاصة من قبل بعض الطائرات التي لم تحسن إلقاء المساعدات كما ينبغي ولم تفتح هذه المظلات. أيا ما كان، هذا عمل مطلوب الاستمرار فيه، لأنه سيساعد ويساعد في دخول المساعدات إلى مناطق مختلفة، وإن كانت سجلت بعض الملاحظات. الجانب الثاني، الممر المائي هو ممر مهم باعتبار أنه أحد أشكال الدعم للفلسطينيين، ولكن هناك خشية من استخدامه في عمليات التهجير أو استبدال جغرافيا قطاع غزة، وبالتالي هذا أمر خطير. لذا ينبغي أن يتم الضغط في قصر استخدامه على الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين، ولكن الممر البري والبحري والإسقاط الجوي للمساعدات ينبغي أن لا يكون بديلا عن ضمان تدفق المساعدات عبر المعابر البرية. فمجموع ما يتم تسجيله وما تم تسجيله من مساعدات هي لا تكفي أكثر من 3 أو 5 شاحنات تمر يتم تمريرها عبر المعابر البرية التي لا تزال دولة الاحتلال تتحكم فيها وتتحكم في منسوب المساعدات، وتعرقل دخول هذه المساعدات عبر عمليات تفتيش طويلة تأخذ وقت، وبالتالي يتم عرقل الدخول المساعدات حتى إلى جنوب القطاع. طيب سيد صلاح، كسؤال أخير، وزيادة على كل ما سبق ذكره من مآسي يعيشها الغزاويون، في حديث عن اجتياح مؤكد لرفح، وهذا الأمر مخيف صراحة. ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تحصل، وهل هذا سيعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في رأيك؟ الجميع يحذر من دخول مدينة رفح التي تعتبر الملاذ الأخير للاجئين، باعتبار أن تواجد مرادف 1.5 مليون من الفلسطينيين في مخيم ومدينة رفح، وهي منطقة صغيرة لا تزيد عن 50 إلى 55 كيلومتر، تنتشر فيها الخيام على مرأى البصر، عدا عن مراكز الإيواء وأربع مستشفيات صغيرة هي ما تزال تقدم الخدمات للنازحين قصرا ولسكان هذه المدينة، عدا عن الصعوبات التي يتواجد فيها النازحين من اكتظاظ. وبالتالي دخول رفح يعني مجزرة كبرى غير مسبوقة، وارتقاء وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء والمفقودين، عدا عن الدمار الذي يمكن أن يلحق بالمدينة. لذلك هناك معارضة دولية واسعة لدخول قطاع غزة. دولة الاحتلال ماضي في مخططات غير مختلفة بهذه المعارضة التي لم ترقى لغاية الآن إلى مستوى فرض عقوبات جادة على دولة الاحتلال وضمان إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة وقف هذه المجزرة، حتى عدم الاستجابة إلى ضغوط الشركاء في جريمة الإبادة الجماعية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إصرار على دخول رفح، وهذا يعني المضي في مخطط التهجير القسري وجعل حياة الفلسطينيين في مستوى الكارثة الإنسانية وإهلاك جزء كبير من الجماعة الإنسانية وإصرار على الإبادة الجماعية. لذلك لابد أن تتدافع كل الجهود، وبالذات جهود أمام مجلس الأمن وغيرها من هيئات دولية، تمنع دخول واجتياح مدينة رفح بما يضمن على الأقل بقاء هذا الملاذ الأخير الذي يحقق نسبة ما من الأمن الإنساني والحياتي للفلسطينيين، وهذا ما ينبغي أن يدفع العالم. أما عن السيناريوهات فربما نكون أمام سيناريو اجتياح جزئي أو اجتياح كلي، أو أحيانا عمليات اغتيال للفلسطينيين تستمر فيها دورة الاحتلال في الضربات العسكرية التي تتواصل حتى اليوم على مدينة رفح غير مختلفة بكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وربما نشهد احتلال لمحور فيلادلفيا، رغم أن هذا على نقيض اتفاقية كامب ديفيد مع مصر باعتبار منطقة رفح منطقة دال، وينبغي أن يتم النقل أو عملية دخول قوات الاحتلال تحتاج إلى تدخل على شقاء في مصر، ومصر معارضة لهذا الأمر ومعارضة لعملية التهجير القسري وترفض عملية تصفية القضية الفلسطينية. ولذلك لابد من جهود لمساندة مصر ومساندة الشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات اجتياح رفح، وأيضا دفع السكان إلى الهجرة خارج الأراضي الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، كنت معي من العاصمة المصرية القاهرة. شكرا جزيلا. شكرا لك. عفوا. مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه المحطة.
لأن نقاش أكيد الصباح نيوز زال مستمرا، ابقوا معنا.